ألو، قبضوا على أخوك يا زليخة. شو؟ شو قلت؟ أخوك أوس رامو، ورامو مات. مستحيل. أنا رايح المخطر أليف من هارا، إذا بتجي أحسن. بتصدقي هيك شي يا زليخة؟ أخوك يقتل واحد؟ هاي شغلة بتصير؟ مستحيل بابا، أخي مستحيل يكون قاتل. لا تطولي، جاي فورا. شوفي شو سوى مراد. زليخة، 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 رد علي. زليخة فتحي عيونك. إسلام، شو اللي صاير؟ ما بعرف. أخوك ما بيقتل حدا. ما بعرف جيمو، ما بعرف شيء أبدا. أنا هلأ لازم أكون جنبه. ماشي، بنروح سوا. خايفة كتير جيمو، كتير خايفة. لا تتركني، مشان الله لا تتركني. الشخص الثاني اللي كان مع عكاش بجريمة كمال هو رامو. مين قال هالحكي؟ هو على التليفون؟ لا، وقت تقابلنا. طيب شو أول شيء قاله على التليفون؟ مستحيل يعملها، مراد ما بيقتل حدا، ما ممكن. والله نحن ما فهمنا شيء ماما زينو، رح نروح نشوف شو صاير. كيفك انت بنتي؟ بدك شيء اعمل لك اياه؟ تسلمي. يلا لا تلتهم، يلا. ماشي. إذا عرفتوا شيء خبروه. أكيد. رامو طلب مني مصاري. ليش؟ بده يهرب، قال بده يروح لبعيد. الابتزاز بيكون لأخذ المصاري من المتهم. أنت ما قتلت كمال، ليش لحتى يطلب منك مصاري على جريمة ما عملتها؟ معك حق، رامو ما حاول يبتزني، هو إجا لحتى يحصرني. إذا ما أعطيته المصاري كان بلغ أنه نحن، يعني عائلتي، هي اللي قتلته لكمال، وقال بينتزع الصلح والحرب بترجع والدم بيصل للركب والباقي بتعرفوه. وبعدين تخانقنا، أول شي تلاسلنا شوي، قام سحب سلاحه وتعاركنا، وقع السلاح من إيده، أخدته، ولما حاول يهجم علي قوصته. كم طلقة قوصت؟ ما بتذكر، بس أكتر من واحدة. طيب في شي تاني حابب تضيفه؟ لا أبدا. جيب المحضر. تأمر بشي تاني سيدي؟ لا، فيك تروح. أنت ما فيك تقتل حدا مراد. لو أورفا بتوقف قدامي وبيقولولي بين كل هالناس في بس واحد ما بيقتل، نقي مين هو؟ نقيك انت. هذا كان قبل، هلأ غير. القبض على واحد شهدت على كتب كتابه قبل يومين، معك خبر شو بيخليني أحس؟ اي بعرف،
أكيد بيشبه الفوت على الحبس بعد يومين من الزواج. سيادة الملازم، نقدر نشوفه؟ طبعا ابني. نعم سيدي. افتح الباب للست أليف. أمرك سيدي. شكرا. فينا نحكي شوي رجاء أغا؟ نحكي، ليش لا؟ خراب زمان. قل لي إنه حادثة، أرجوك قل لي إنه في غلط ورح يطلع الصبح وبيتصلح الغلط ومننسى كل شيء. احكي مراد، ليش ما عم ترد علي؟ هدي شوي، عادي لو سمحتي. لا مراد لا تقلي اهدي، بس فهمني شو صاير. اخي ما بدي منك غير شيء، احكي احكي ولا رح جن. قال كنت عم تلاحق رمو يا رجاء اغا، مزبوط؟ اي نعم. فينا نسمع الباقي منك؟ سألت اهل الضيعة عن اللي كان مع عكاش يوم مقتل كمال، ما عرفنا انه رمو. هاي كانت شغلتنا، ما حدا تدخل بشغلكم، بس هدول الناس كانوا يشتغلوا عنا، نحنا اللي بنفهم عليهم. بيسكتوا قدامكم وبيحكونا. لو وصلت الشغلة لهالحد، لو عرفنا انه الفاعل هو رمو كنا خبرناكم. طبعا بدي اقول لك شيء رجاء اغا، ما بظن انه مراد قتل هالزلمة. هيك ايه هيك؟ تعاركت مع الزلمة، اخذت سلاح منه وبعدها ضغطت عزنات وقتلته. والله بدك اياني صدقك؟ انت ما بتعمل هيك. بعرف قضية تار ضلت سنين، سال الدم كتير، حتى دمك انت، ودايما كنت مع الصلح وما اذيت حدا. طيب هلا شو تغير؟ شو صار بعد ما تصلح كل شيء؟ أليف لا تزيدي علي. في اوقات بالحياة تغلط فيها وما فيها منطق. انا قدمت افادتي، بكرة بقدمها للمدعي العام وبروح على المحكمة ورح يضلوا يحققوا معي. أنا ما بتمني إفاداتك للتأنين. طلع فيني، طلع فيني. ليش ما عم تطلع بعيوني؟ مراد أنت عم تكذب علي. طبعاً هي أول مرة بتكذب علي. زوجي عم يكذب علي. بتعرف انه هي اصعب بكتير من انك تقتل حدا؟ لانك اذا بتكذب على حدا معناتها ما بقى محتاجه. أليف رجاء، تتذكر قديش تحملنا وحاربنا انا وياك لحتى نكون مع بعض؟ قديش عانينا مع بعض؟ وكله منشان شو؟ حتى الحقيقة مستكترة علي؟ ماني مصدقة انك مستكتر علي انك تحكي الحقيقة. بدي اطلب منك شيء واحد، وثقي فيني، حبيني ولا تسأليني عن اي شيء. نحن ليش تزوجنا مراد؟ اذا بدك تسكر الابواب وبشي وتخليني برا، ليش تزوجتني؟ Thank you.
5000 جيمو شفت المصيبة اللي وقعت على راسنا يا جيمو؟ لا تزعلي خالي قليب، تنحل إن شاء الله. إن شاء الله أنا فايتة. مساء الخير ست زليخة، كيفك؟ كيف ممكن يكون برأيك سيادة الضابط؟ ما عندي فكرة بنو. مو لازم عم يقول إنك مو أنت اللي قتلته. إذا مو أنا يلي قتلته فليش لبلغ؟ شايفني كتير حاببكم مجرم؟ مراد، حتى أنت وصغير إذا كنت تشوف قطة عم تعرج تجيبها على البيت تلف رجلها. إذا أنت بتقوص حدا وبتقتله، أنت بتقتله بيكون بيستحق الموت 1000 مرة. ارفع راسك، لا توطي راسك لحدا أبدا. أنا لسه ما متت، راح وكل أحسن المحامين. حرام تقضي عمرك بالحبس مشان كلب مثل رمو. بابا شو ابني؟ أليف، أليف أمانة عندك. عرضك أمانة برقبتي، لا تحكي الهم. Courbetier.